بعد مرور أسبوعين من شهر رمضان المبارك والناس خلاص مفروض معظم الصايم اتعودوا على الصيام، فطبيعي كده أنه بتلاقي أول يومين ثلاثة الواحد جسمه بيقاوم إحساس الجوع والعطش والعايز قهوة والعايز شاي والتفاصيل الكتير، لكن امتداد فكرة الإحساس المستمر بالإرهاق واللي بتشوفها طول الوقت في أماكن كتير والناس مش قادرة تتحرك وبتفتح شغلها متأخر وتروح متأخر، الحالة دي وتحديدا السنه دي في الجو اللطيف تخلينا نسال هل احنا حالتنا الصحيه مش قويه كفايه اننا نتحمل ساعات الصيام، ولا ده طبيعي جدا انه بيحصل هذه الاعراض ودي بتحصل الا في التركيز، وازاي ممكن الناس تقاوم ده وتتغلب عليه. خلونا برضو نسال الاسئله للشخص المناسب معانا ومتشرفين معانا على تليفون دكتور محمد عوض اسماعيل استاذ جراحه المخ والاعصاب بجامعه عين شمس. دكتور محمد مساء الخير وكل سنه وحضرتك بالف خير. مساء النور استاذه دينا وكل سنه وحضرتك بخير والمصريين كلهم بخير والساده المشاهدين ورمضان كريم عليك جميعا ان شاء الله. ربنا يخليك يا دكتور. يعني اذا كان صوموا تصحوا، احنا ليه الناس بتصوم وليه بنصوم واحنا نتعب ونبقى حاسين بالهزال والتعب والاحساس كده المستمر بالارهاق، ولا احنا بنعيش في الاجواء دي اكتر؟ خلينا نفرق بين حاجتين، ما بين الصيام كصيام او امتناع عن الطعام، والحاجه الثانيه بين عاداتنا السلوكيه في شهر رمضان. الناس اللي بتسهر كتير، ما بتاخدش قسط مناسب من النوم، الناس اللي ما بتلتزمش بالوجبات في الاوقات المحدده، دول كلهم طبعا بيعانوا من تغيير النمط السلوكي اللي هم واخدين عليه، وبيجوا في الشهر ده بيعانوا كتير. لكن لو احنا استبعدنا مشاكل النوم واضطرابات النوم وتغيير الروتين اليومي بتاعنا اللي احنا كنا واخدين عليه، الصيام بيبقى مفيد جدا جدا جدا، لانه بيبقى فتره بيحفز كل انشطه الجسم بما فيها الجهاز العصبي وبقيه اعضاء الجسم انها تعمل زي ريفريشمنت او انها اعاده تاهيل واعاده زي صيانه للجسم كله بتحصل في الشهر الكريم ده، بالذات في الفترات اللي فيها انقطاع عن الطعام، لان احنا بنستخدم الاحتياطي بتاع الجسم يبتدي يطلع، وان انا استخدم وسائل اللي ربنا خليها للانسان في ان هو يقاوم او يبعد عن التخمه او الاكل الكتير اللي هو معروف اضراره طبعا. ومن اكثر الانشطه او من اكثر الاجهزه اللي بتنشط في حاله الصيام او ان نسبه الجلوكوز بتقل في الجسم بيبقى المخ طبعا، لانه بيبقى دايما اليرت ومستعد ان هو عايز يعني يرتب يشوف هيعمل ايه عشان يواجه الجوع والعطش وكذلك. يعني حضرتك قلت حاجتين مهمين بس يزيد مش يقل. ايوه، ما حضرتك قلت دي اهم حاجه. حضرتك قلت اول حاجه النوم هو المؤثر الاكبر على النشاط مش طبعا قله الاكل، والحاجه الثانيه انه المتوقع انه انا صايم او انه انا مش واكل فانا نشاط المخ اكتر مش اقل. بالظبط بالظبط. طب احنا ليه دايما نقول مش مركز، مش قادر اتكلم، مش قادر اشتغل دلوقتي؟ غالبا ده مش مربوط بموضوع الامتناع عن الطعام، هو غالبا بيبقى نتيجه الاجهاد في اول الفترات وعدم انتظام النوم او الحصول على قسط وافر من الراحه، هو ده السبب الرئيسي ان الناس بتصحى بدري ومش واخدين مش نايمين كويس، وفي ناس ما بتلحقش تتسحر، فده ممكن ياثر على سلبيا على يعني ادائهم او سلوكهم. لكن الاصعب والاحسن والاصح للجسم هي فترات الجوع الشديده دي، لان زي ما انا قلت بتحفز عوامل تعويضيه كثيره جدا في الجسم وبتنشط الفسيولوجيا بتاعت الجسم. اخيرا يا دكتور، اذا كان حد بيحس بالاعراض دي بشكل اكتر من مجرد يعني عرض كده ويعدي بسرعه، مين الفئات اللي محتاجه تستشير طبيب جدا قبل ما تصوم او تقرر انها تقول لا انا هصوم رغم ان انا تعبان او مش قادر اتحرك؟ يعني الحته دي احيانا تكون حساسه، واحيانا للمرضى بامراض مزمنه، مين اللي لازم يستشير طبيبه جدا اثناء فتره الصوم؟ طبعا اول مرضى لازم يعني يستشيروا الاطباء المرضى اللي عندهم مشاكل، مثلا زي مرضى التشنجات او الصرع، مرضى الجهاز الهضمي، مرضى السكر، مرضى القلب، لازم يبقوا واخدين تعليمات من الاطباء بالصوم وكيفيه الصوم. في مرضى لو ما خدوش الادويه في اوقات معينه ممكن ياثر عليهم، ولكن معظم الاحوال يمكن اعاده ترتيب الخطه العلاجيه للمريض بحيث تناسب فترات الصوم، الا لو الطبيب شايف ان الصوم ده هيبقى في ضرر على المريض. وطبعا في فئه من الحوامل برضه ممكن يبقى ننصحهم بعدم الصوم، لكن
في معظم الاحوال ممكن ترتيب الخطه العلاجيه بحيث ان المريض يبقى قادر يصوم، لان بعض المرضى لما نقول له ما يصومش ده بيأثر سلبيا على حالته النفسيه ويبتدي يسوق اكتر. طب بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عواد استاذ جراحه المخ والاعصاب بكليه الطب جامعه عين شمس، وننام كويس ونصوم كويس ونشتغل كويس، هي دي الهدف والغاية من كل حاجة في الحياة، إننا نتقنها وإننا نعملها كويس وبكل القلب يعني.